انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في أسواق بغداد وأربيل. وأفاد مراسل وكالة الأنباء أن أسعار الدولار الأمريكي انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحرثية المركزيتين لتصل إلى 144,750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي. وبلغت أسعار البيع في محلات الصرافة في بغداد 147,750 دينارا عراقيا، فيما بلغت أسعار الشراء 143,750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي. وفي أربيل بلغ سعر البيع 145,200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسعر الشراء 145,100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.